حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مما اعلم من شده وجد امه من بكائه وقال موسى حدثنا ابان حدثنا قتاده قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله